إيمانا منها بدورهن في بناء وتكوين المجتمع، نظمت القوات المسلحة زيارات لأمهات الشهداء، وذلك بمناسبة عيد الأم. نعوتي في الفجر يا أمّا، تسلمي لي بكل ضمّة. نعوتي في الفجر يا أمّا، تسلمي لي بكل ضمّة. تسلمي العين اللي حبت، تسلمي الإيد اللي ربت. تسلمي العين اللي حبت، تسلمي الإيد اللي ربت. تسلمي الإيد اللي ربت، تسلمي القلب اللي سمى. إلى أول حب وأصدق حب في الدنيا، حب فطري بلا مقابل، لحضن كله دفى وحنية، سهر الليالي وتعب السنين، الفرحة اللي من القلب والدمعة اللي على الخد. والله لو فضلت تحت رجليكي ما يوفيكي أبدا حقك، كل ده وأكتر ليكي أنتي يا أمي. القوات المسلحة النهاردة بتحتفل بعيد الأم، وده من خلال تنظيم عدد من الزيارات لأمهات الشهداء بصحبة الفنانين في كل محافظات الجمهورية، ووجهت ليهم أسمى معاني الإعزاز والتقدير والاحترام. وزي ما قواتنا المسلحة أصلت فينا معنى الوفاء والعرفان بالجميل، أسر الشهداء النهاردة استقبلت هدايا القيادة العامة للقوات المسلحة وتحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بكل فرحة وود وحب ممزوجة بالفخر والعزة باللي ولادهم قدموه لمصر. والله أوجه رسالتي للسيد الرئيس، أشكره إن هو مقدر ولاده، وأقول له ربنا يعينك على مسؤولياتك، وإن شاء الله ربنا ينصر مصر دايما في كل مكان ويعليها ويحفظها، وربنا يقويك، لأن المسؤولية كبيرة وكل راعي مسؤول عن رعيته، وربنا يعينه، ربنا يعينه. ودي أكتر حاجة، أهم حاجة في الوقت الحالي، ولادنا اللي ضحوا بدمهم وإحنا نضحي بدمنا. وده ما قلتها أنا وبقولها، أنا ولادي في ده مصر، مصر تستحق شعبها كله يبقى في ده عشان تقف وما تقعش. نوجه شكري لسيادة الرئيس والحسن استقباله والفضل وحنيته، ويبارك لنا في سيادتك ويقدرك ويقويك على اللي انت فيه يا سيادة الرئيس، لان اللي انت شايله كتير كتير كتير، يعني احنا بنبقى اسره شايلين هم اسرتنا، لكن انت شايل هم بلد. ربنا يصبر قلوب كل ام، ربنا يصبر قلبي وقلب كل ام. صعب، كان اول عيد الام من غيرك، بس الاعتراض على حكمك يا رب. الحمد لله الحمد لله، فرحانه فرحه كبيره قوي والله. سليمان اكنه داخل عليا، اكنه سليمان ابني داخل عليا، وشيء يشرفني والله، احساس جميل والله. الحمد لله انتوا فاكرين، الحمد لله سليمان يعتبر كده ما ماتش، دول كده انتوا موجودين معايا. كل سنه وانت طيب يا حبيبي، هديتك جاتلي، انت ما بتاخرش عن هديتك جاتلي. كل سنه وانتوا طيبين، وامهات مصر كلهم طيبين، وامهات الشهداء طيبين. وانا فرحانه ان ومبسوطه جدا ان زمايل محمد جايين يقولوا لي كل سنه وانت طيب، ده بالنسبه له لوحده اكبر تكريم، لان انا شايفه محمد في زمايله. الحمد لله بلال، يمكن ربنا اصطفاه ان هو يبقى ابوه شهيد وامه شهيده، وانا بتمنى من ربنا ان هو يحقق الامنيه اللي قالها قدام الرئيس، ان هو ياخد بحق بابا ويحقق حلم مامته. اشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم الاسر الشهداء، والسيده حرمه السيده انتصار السيسي دعمها لبلال معنويا ونفسيا، كل الدعم قدمته له، ودعم سياده وزير الدفاع لاسر الشهداء. وبحب اشكره جدا، لان انا ان شاء الله
طلع عمره في رمضان انا وبلال، لانه هو نفسه يزور قبر مامته في السعوديه. فالمره اللي هيروح فيها مش راجع، اللي هيستشهد فيها، فقعد يفطر معايا وبيقول اجيب لك يما عيد الام ايه. قلت له لسه ما هيجي عيد الام يا حبيبي، ده انا هجيب لك السنه دي حاجه جميله. لما جه وجاب لي الشهاده بتاعته دي، كان احلى عيد ام جابه، عشان انا عارفه ان هو مرتاح وهو في الجنه ان شاء الله في الفردوس الاعلى. وبرضه هو افتكرني برضه وجاب لي عيد الام، والسنه دي برضه اول واحد جاب لي عيد الام. ان شاء الله باذن الله باذن الله هربي ابن البطل، وان شاء الله يطلع ضابط حربيه باذن الله. بفرح ان 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 بلدي فاكره ابني، حاجه يعني حاجه افتخر بها طول عمري، وقدام بلدي وقدام ناس ان ابني عمل حاجه. ربنا يحميكم يا ابطال، ربنا يحميكم ويراعيكم يا رب. مصر ما تنضم ابدا، وتدنها يا رب كده دايما فوق السماء. كان بيبقى فرحان جدا 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 بيوم عيد الام ده، بغض النظر بقى عن هديه والكلام ده، لا، بس هو عنده اليوم ده لازم يدني ويفرح فيه بكل حاجه هو يملكها. وكفايه اللمسه بتاعتكم، انا حاسه ان احمد اللي عندي النهارده، احمد قال كلمتين لزمايله، دي ارضنا ودي عرضنا، وقالها لي انا. ترضي ابنك ما يتقالش عليه ان هو حامي ارضه ولا عرضه؟ قلت له لا، قال لي ادعي لي. فانا بقول لهم انا بدعي لهم من كل قلب ربنا يحميهم ويبقى ربنا معاهم ويقويهم على اللي هم فيه. متشكره جدا لسياده الريس ان هو افتكرنا وافتكر الامهات في يوم زي كده وكرمنا في اليوم ده. متشكره ليه وربنا يبارك فيه ويخليه لمصر. متشكره جدا للقوات المسلحه واداره الشؤون المعنويه لتشريفها لينا وتكريمها لامهات الشهداء، وربنا يبارك فيهم كلهم يا رب ويحفظهم لمصر ويرحم شهدائنا يا رب. ربنا يرحم شهدائنا. في عيد الام انا مبسوطه والله لحضراتكم جيتوا وشرفتونا وفاكريننا، وامهات الشهداء ده مهما يكون برضو يعني، بس تكريم من القوات المسلحه ده بيبقى يعني له طابع خاص او له طعم تاني برضو يعني. مهما الواحد يتكرم مهما كده، الواحد بيحس ان هو الجيش معاه او القوات المسلحه معاه، بيبقى فرحان. بيبقى فرحانه والله، فرحانه جدا على دخلكم علينا والله. بشكر سياده الرئيس على تعبه معانا وان هو مش سايبنا. وانا لما كنا حاضرين الحفله انا اتبسطت ان انا شفته جدا، وبقول له بشكر متشكرين عشان وريتنا سياده الرئيس والناس الحلوه دي. كان لازم نرد الجميل ونقول اننا فاكرين كل ام ضحت باغلى ما تملك، الضنا واللي عمر ما في حاجه ابدا تعوضه، بس قصاد مصر كل يوم. يا ام الشهيد ابنك بطل، اتباهي بيه واحكيه عن تضحياته للبلد، اوعي في يوم تبكيه. ربيتي احسن تربيه.